السلام عليكم شباب، معاكم مكم من الحلقة الثانية من أخبار في جي اس. هاي الحلقة أتكلم فيها عن أهم أخبار اللي تطلع معانا، ومثل ما عودكم كل شيء أتكلم عنه يكون الرابط ماله في الوصف. نهاية الفيديو تقدرون تشوفون كل الأخبار على راحتكم. أول شيء اليوم بتكلم عن Uncharted 4. طبعا أول أمس كان هو البيت المفتوح حق اللعبة، طلعت خريطة جديدة في الطور الأونلاين بعد اللي هو الروف توبس. هاي الخريطة ما كانت موجودة في البيت المغلقة. على العموم هاي الصور اللي تشوفونها هي جزء من الخريطة ذي، ونعرف إن لعبة Uncharted 4 تأجلت لثالث مرة، راح تنزل في تاريخ 10 مايو، كانت المفروض تنزل تاريخ 26 ابريل، بس المطورين كانوا يبون بعد وقت اكثر عشان يضبطون اللعبه مثل ما يقدرون. على العموم تشوفوا الخبر اكثر، لانه في نسخ بعد حاطين لكم عن نسخ Uncharted، وبتشوفون اخبار اكثر بعد عن اللعبه. The Division طلع لها عرض اضافي حق المحتوى الاول حق هاي السنه، ويبين بعد العرض انه بنحصل على اسلحه واشياء جديده في اللعبه، وغير دي انه الاشياء اللي نحصلها في الدارك زون بتقدرون تبادلونها مع اصدقائكم. هاي شيء حلو. كتبنا لكم مقاله بعد نشرح بالتفصيل الممل عن كل الاضافات اللي بتكون موجوده حق The Division، الرابط في الوصف. طلع عرض حق المحتوى الاضافي في لعبه Just Cause 3، وطبعا اهم شيء في هاي المحتوى الاضافي انه بيعطيكم بدله طيران تقدرون تطيرون فيها، هاي كشيء جديد. طبعا الحصه بتنزل تاريخ 8 مارس هاي الشهر حق اللي عندهم سيزن باس، اما اذا ما كان عندك سيزن باس راح تنطر لتاريخ 15 مارس عقب تقدر تشتري من الستور. وعلى فكره في تحديث بعد حق لعبه Just Cause 3 موجود على اجهزه الجديد والبي سي، تقريبا حجمه 1.2 جيجا بايت. كابكوم حطت لكم فيديو تعلمكم شلون تلعبون بشخصيه بيرلي في لعبه ستريت فايتر في، وهاي من الشخصيات اللي فان طريقه لعبها في ستريت فايتر في حسب تجربتي اون اللعبه. فاذا كنتوا تحبون تعرفون اكثر شلون تلعبون فيه شوفوا الفيديو كامل، لانه 9 دقائق فما اقدر اخلي لكم، الرابط موجود ماله في الوصف. هاي كانت الحلقه حق اليوم، تنسون تعطونا زر لايك اذا عجبكم الفيديو، كل شيء تكلمت عنه الرابط موجود ماله في الوصف، فكتبوا اي تعليق او اي شيء حابين نتكلم عنه حق الاسبوع القادم ان شاء الله. فهاي كان كل شيء، كان معكم مكو ومع السلامه.